هذه الحلقة سوف نتعرف كيف تم اختراق شركة أوبر وكيف يمكن أن يتكرر سيناريو اختراق شركة أوبر مع باقي الشركات، فتابعونا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم سامع عادل في قناة Amazing World. في حلقة النهاردة هنعرف إزاي تم اختراق شركة أوبر وإزاي السيناريو بتاع اختراق شركة أوبر ده ممكن يتكرر مع باقي الشركات أو شركات تانية غير شركة أوبر أو شركات كبرى نقدر نقول غير شركة أوبر. مبدئيا عشان أول حاجة عشان نفهم إزاي تم اختراق شركة أوبر هنتكلم أول حاجة على منصة هاكر وان وأي منصة تانية شبيهة ليها بتعمل لنفس الكيفية. كيفية أو نقدر نقول منصة هاكر وان شغالة إزاي؟ شغالة إن أنت كهاكر ممكن نقول هاكر فريلانسر أو نقدر نقول هاكر ذو قبعة بيضاء بتبلغ عن نقدر نقول الخلل أو نقدر نقول الثغرات الموجودة في الشركات الأخرى أو في أنظمة الشركات الأخرى. طيب تمام زي الفل. هل ده الكلام ده موجود في هاكر منصة هاكر وان بس؟ لا، ده موجود في كتير جدا من المنصات كل وظيفتها ان نقدر نقول يجي هاكر يبلغ عن ثغرة مثلا موجودة مثلا وليكن في الواتساب مثلا في الفيسبوك، موجود في اي ابلكيشن او اي شركة او اي نظام تشغيل بمنتهى البساطة، وبياخد مقابل الثغرة دي بياخد مبلغ مالي. وهو مش هاكر وان المنصة الوحيدة، في منصات كتيرة جدا وتابعة كتير جدا لشركات اخرى، يعني مش هاكر وان الوحيدة، وفي منصات موجودة نقدر نقول في الانترنت العادي وموجودة في الدارك ويب كمان، وفي منصات كمان بتبيع الثغرات دي. بس احنا هنيجي لمنصة هاكر وان باعتبار ان هي الشهيرة وباعتبار ان هي منصة قانونية في الموضوع ده. بمنتهى البساطة تم نقدر نقول ان احد الهاكر اكتشف ثغرة موجودة نقدر نقول في نظام الفي بي اس خاص بشركة اوبر وبلغ عن الثغرة دي، يعني بلغ عنها عادي جدا وبمنتهى البساطة. المفروض نقدر نقول السبورت او التكنيكال سبورت او الدعم الفني الخاص بالشركة، طالما انت بلغت عن ثغرة نقدر نقول موجودة في نظام او في الشركة بتاعتك فانت المفروض تسد الثغرة دي. فهم طبعا اهملوا الثغرة دي بعد الابلاغ عنها وما سدوهاش، والثغرة بقت معلنة نقدر نقول في العلن ومش لم يتم سدها. جه احد الهاكر نقدر نقول وما كانش كبير في السن، كان عنده 18 سنه، استغل الثغره دي. بس كان عشان يستغل الثغره دي لازم يوصل لبعض البيانات اللي بتمكنه للولوج لنظام الفي بي اس الخاص بالشركه، نظام الفي بي ان الخاص بالشركه. فعشان يقدر يحصل على البيانات دي اخترق احد الاشخاص عن طريق الهندسه الاجتماعيه. يعني ايه هندسه اجتماعيه؟ الاختراق عن طريق الهندسه الاجتماعيه ده معناه انت بتفني خداع الاخرين، معناه انت بتخدع الشخص مثلا توهمه مثلا ان انت مثلا احد العملاء، او توهمه ان انت مثلا موظف جنبه، او توهمه باي حاجه، توهمه ان انت بنته عشان تخترق ولده وتحصل على بياناته. فهي دي الهندسه الاجتماعيه، وهي دي نقدر نقول حتى لو نظام التشغيل بتاعك او نقدر نقول الشركه بتاعتك ما فيهاش اي ثغرات ممكن يتم اختراقك عن طريق الهندسه الاجتماعيه. زي ما تم اختراق بعض اكونتات نقدر نقول رؤساء وكبار الشخصيات على تويتر، على منصه تويتر اللي معروف طبعا ان بيكون عليها رؤساء الدول وبيكون موجود عليها الجهات السياسيه وبيكون حتى موجود عليها حكومات الدول نفسها والهيئات بتاعتها بتكون كلها موجوده على منصه تويتر. فتم اختراق بعض الشخصيات الكبيره نقدر نقول او الحسابات لشخصيات كبيره سياسيه وشخصيات نقدر نقول رجال اعمال على منصه تويتر بمنتهى البساطه عن طريق الهندسه الاجتماعيه، اللي هو شاب خدع خدمه العملاء خاصه بتويتر وفهمهم ان هو طبعا شخص عادي نقدر نقول صاحب الحساب ده. مثلا تم طبعا اختراق حساب الرئيس السابق للولايات المتحده الامريكيه الرئيس اوباما، تم اختراق حسابه عن طريق ان الشاب ده ادعى ان هو نقدر نقول احد المسؤولين نقدر نقول على الحسابات دي او احد نقدر نقول موظفين الدعم الفني، وطلب بعض البيانات اللي حصل عليها، وبحصول على البيانات دي قدر ياكسس حسابات شخصيات كبيره جدا في تويتر، وقدر من خلال ان هو ياكسس الحسابات دي ان يفتح وينزل تويتات. والتويتات دي بمنتهى البساطه كانت عباره عن انت تبعت لي عملات رقميه نقدر نقول ارسل لك ضعفها، يعني ترسل لي واحد بيتكوين ارسل لك اثنين بيتكوين وهكذا. فنقدر نقول الاختراق عن طريق الهندسه الاجتماعيه دي الثغره الوحيده اللي نقدر نقول ملهاش حل، ان هي فن خداع الاخرين. نرجع تاني للسيناريو شركه اوبر واللي حصل مع شركه اوبر، ان واحد ادعى نقدر نقول قدر يضحك على احد موظفي خدمه العملاء وقدر يحصل على البيانات اللي يقدر من خلالها يعمل تيلنت او نقدر نقول يعمل اس اس ال على نقدر نقول نظام الفي بي ان الخاص بيهم. ونظام الفي بي ان ده اللي هو نظام الفيرتشوال برايفت نتورك، ده بمنتهى البساطه نظام بيمكنك ان انت تدخل على شبكه اوبر بس بتكون مشفره، يعني النظام ده بيكون مشفر. بس انت عشان تحصل على النظام ده وتقدر تدخل على النظام ده بتحتاج اول حاجه الاي بي الخاص بالدخول على النظام، ثانيا بتحتاج اليوزر نيم والباسورد، وممكن بعض الشركات تحتاج سوفت وير معين. نقدر نقول في سيناريو شركه اوبر كان نقدر نقول الثغره بتمكن الشخص من الولوج للنظام بس محتاجه بعض البيانات. هو نقدر نقول الموظف ده قدر نقدر نقول او نقدر نقول الشاب اللي اخترق او الهاكر ده قدر يخدع موظف خدمه العملاء ان يحصل على البيانات الناقصه عشان يخترق الشركه عن طريق الفيرتشوال برايفت نتورك بتاعتهم. والفيرتشوال برايفت نتورك او الفي بي ان اللي بنتكلم عليه ده بيكون في بي ان خاص ان انت تاكسس الشركه عن بعد. يعني انت مثلا كموظف مثلا كنت عايش مثلا في مصر مثلا هنا او في الامارات او في اي دوله عربيه وتقدر تاكسس السيستم نقدر نقول
بتاع شركه اوبر من امريكا، او نقدر نقول سيستم نقدر نقول تقدر تاكسس او هم ياكسسوا عليك. يعني نقدر مثلا ممكن موظف مثلا من امريكا يقدر ياكسس سيستم نقدر نقول الامارات، شركه اوبر في الامارات، وممكن موظف من الامارات يقدر ياكسس سيستم اوبر في امريكا. منتهى البساطه ده نظام الفيرتشوال برايفت نتورك، ويختلف تماما او نقدر نقول في اختلاف بسيط بينه وبين النظام الفي بي ان اللي انت تستخدمه مثلا، عشان انت مثلا ممكن تكون قاعد في الصين وعايز تدخل على اليوتيوب واليوتيوب محظور في الصين، فبتستخدم في بي ان نقدر نقول عشان يدخلك باي بي تاني. هو نظام نقدر نقول شبيه ليه بس بيكون اكثر تعقيدا، لان انت ما بتستخدمش سوفت وير، لا انت بتدخل عادي ممكن من المتصفح تدخل على اي بي معين يطلع لك يوزر نيم وباسورد تدخلهم، بعدها يبقى انت دخلت في التشانل الخاصه بنظام الفي بي ان ده. بمنتهى البساطه هو قدر يدخل على نظام الفي بي ان ده، ونقدر نقول قدر ياكسس نقدر نقول سيرفرات الشركه، سيرفرات شركه اوبر، ويقدر يحصل على الكود المصدري او نقدر نقول السورس كود الخاص بشركه اوبر. يعني نقدر نقول خاص بالابلكيشن الخاص بشركه اوبر. حد يقول لي ما الابلكيشن بينزل من اي حد، هقول بينزل من اي حاجه، ممكن من اب ستور او بلاي ستور، هقول له لا، اللي بينزل معاك ده الابلكيشن المحروق الجاهز الاي بي كي بتاع الابلكيشن. اما ان انت تاخد الكود سورس بتاع الابلكيشن ده معناه انت تقدر تعمل ابلكيشن مشابه ليه بمنتهى البساطه، انت تغير اللوجو تغير كام صوره تغير كل حاجه وتقدر تعمل ابلكيشن شبيه باوبر 100% بمنتهى البساطه من غير ما تعمل اي صعوبات برمجيه. انت ده اللي هو اسمه السورس كود، والسورس كود ده نقدر نقول بيكون نقدر نقول كانك انت لك الابلكيشن نفسه لما انت تاكسس عليه. شركه اوبر بتدعي ان هو ما قدرش يحصل على بيانات المستخدمين والماستر كارد الخاصه بالمستخدمين والفيز اللي بيدخلها. طبعا انت في بعض الدول بيبقى مفتوح فيها ان انت تقدر تدفع نقدر نقول للتاكس او نقدر نقول السياره اللي انت اجرتها من شركه اوبر تقدر تدفع لها عن طريق الماستر كارد او عن طريق الحساب البنكي. فنقدر نقول هو الشركه بتقول ان هو ما قدرش يحصل على بيانات المستخدمين وما قدرش يحصل على حساباتهم المصرفيه. والسيناريو طبعا نقدر نقول بتاع شركه اوبر ده ممكن يتكرر مع اي شركه في العالم، لان شركه اوبر اهملت ان هي تسد الثغرات الامنيه اللي تم اعلانها على منصه هاكر وان. ونقدر نقول السيناريو ده ممكن يحصل مع اي شركه كبرى، يعني اي شركه كبرى ممكن تهمل الثغرات اللي فيها، فيجي احد المخترقين يقرا الثغره دي ويعرفها ويحاول يستغلها مثلا عن طريق ان هو مثلا يحصل على بعض البيانات. واحيانا في ثغرات بتنزل كامله معناها انت مش محتاج اي بيانات خالص عشان تقدر تخترق الشخص او تخترق الشركه دي. بمنتهى البساطه في النهايه بتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم، وبتمنى لكم دايما الامن والسلامه، وافتكر دايما ان انت طالما انت بتستخدم الانترنت او نقدر نقول عندك ابلكيشن او عندك شركه على الانترنت انت معرض للاختراق مهما كانت الشركه دي كبيره، حتى لو شركه تسوالها مئات المليارات. في النهايه بتمنى لكم دايما الامن والسلامه، وبتمنى لكم انتم تشتروا الحلقه دي، وبتمنى تدعموا الحلقه دي باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على جديد اعزائي المشاهدين مع درشه جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.